انا هموت يا توماس. لا ريلي هموت. احنا بنعمل في نفسينا كده ليه؟ خلصت؟ لا لسه ناقص لي 4 مجموعات بايسبس ومجموعتين تراي وهرجع امشي تاني. لا يا جوني مش هينفع، احنا لازم ننزل دلوقتي، عندنا مشوار كتير جدا. لا دلوقتي ايه مش هينفع، النهارده انساه خالص. جوني انت بقالك 3 ايام قاعد في البيت، انت اخر مره نزلت كان هنا في الجنينه عشان تاخد تان. وهي الشمس يومك هتتفوت يا توماس، اتليست مش حر زي النهارده وفرهده. طب خلاص نستحمل كام مشوار دول، واوعدك من بكره هناخد 3 ايام اجازه. ما توهمتش، ما اشعرتش، ما هزتنيش ذره. بس اني واي قشطه هطلع معاك، عايز اتشيك الفيسبوك بس الاول. هات اللابتوب كده. الخاين الجبان. مالك يا اشلي في ايه؟ لوكاس بيخوني. طب ما عادي، قصدي اقول يعني ايه اللي خلاكي متاكده انه بيخونك يعني؟ انا اصلا من الصبح وانا حاسه ان في حاجه مش مظبوطه. تخيل النهارده الصبح لقيته بعت لي مسج بيقول لي فيها خلينا اخوات بقى وانا بحبك زي اختي و... لا 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 ده كان بعت لي رساله حب ودي مش عوايده. واللي اكد لي كمان بقى اني دخلت على الفيسبوك لقيت صوره بقى على الوول بقى ماسك بنتين حلوين هات شيكس وبوجي نايت وعاملين بوزات. لا 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 دخلت على البرج بتاعي لقيته بيقول لي الخيانه تترك بيبك من الحبيب. يا سلام. طب لعلمك بقى الناس اللي ما بتثقش في حكايه الابراج دول ناس سوري جهله، لان انت لو دخلت على برجك كل يوم هتلاقيه بيقول لك فعلا اللي بيحصل لك. ايه ده بجد؟ طب انا ايه؟ انت الدلو صح؟ اه اوكي. بص يا سيدي، من الافضل الا تغادر المنزل اليوم، فسوء الحظ ينتظرك بالخارج. ها اللي هو ايه ده؟ اللي هي ايه دي؟ دهري من هنا لحد الاسبوع جاي. انسى جوني، انا لو اعرف اعمل مشاوري دلوقتي كنت رحت عملتها، بس للاسف انت لازم تكون موجود معايا. ربنا يكفيك شر الطريق ويكفيك شر المداري ويحبك فيك خلقه. مع السلامه يا كبير. الله يسلمك. ابعت لك الواد فزاع بالحاجه. ماشي. ايه ده كبير انت نازل؟ لا طالع، طالع يا كوميدي. طب هتنزل ازاي وانت دلو؟ دلو ايه يا جزمنتي؟ تجننتي ولا ايه؟ مش انت برجك زي برج جوني؟ انت عارف برجك النهارده بيقول ايه؟ من الافضل الا تغادر المنزل اليوم، فسوء الحظ ينتظرك بالخارج. سوء الحظ ينتظرني بالخارج؟ لو قليل تنطين الطين. تعايا سوء الحظ، تعايا مخاطر. كده ولا نداري كده ولا نداري كده ولا ندى ليه بنداري واحنا نداري وهو ايه يا كبير؟ كانت بتمطر بره ولا ايه؟ الفرفور ده وتصدق في الخرافات؟ واه بيتك لبت سنينك. ايه اللي بالك كده يا كبير؟ حد زباله كب علي مي وسخه. يلا قوام حضري لي خلقات نظيفه حق مع وقت. يلا يا غزال يا غزال العشق حلال دواب تاني دوب خليتني خيال يا عين يا عين
ربي يعلم بالحال يد حبيبي وتسبح عاد يا ربي يعلم بالحال يد حبيبي وتسبح عاد. صباح الخير يا أشرف. صباح الخير جلعت الكبير. يا كبير هي بتمطر عليك لوحدك ولا ايه؟ يا شندلتي انت برضك بليت نفسك تاني يا كبير. طب طلعت لعم اغير لك. واه حظك اليوم احترس الخيانة تأتي من بيتك. احترس برضك الطعنة تأتي من اقرب الناس اليك يا ولاد الفرد. أمرك يا كبير. بتقول ليه الواد ده؟ ما نقولش حاجة. أمال إيه الصندوق ده؟ الصندوق ده تضربه بتاع ست أشلي. فين الصندوق ده يا أشرف؟ وليش عرفني يا كبير؟ لقيته في حياتي المحدد القاسم جبتهم له. وين الفلوس اللي اديتها له دي؟ فلوس؟ شفتك بتدي له فلوس؟ أيوه. دقشين كنت مزنوق فيهم، خدتهم منه بردهم له. الكلام ده ما يعمرش دماغي واصل. صدقني يا كبير. تعرف يا أشرف لو كنت بتكذب أنا أمسكك السلك العمومي يا ريان. أنا شامم ريحة حاجة بيطبخوها من وراي. وموضوع الأبراج ده صح ولا إيه؟ أنا ما فهمش الناس دي بتدبر لي إيه من وراي؟ عاوزين مني إيه؟ ما فيش غير البت هدية اللي هتجيب قرار الموضوع ده. يا هدية! في حاجة يا كبير! عم تعمل إيه يا بت؟ أصل السكاكين كلها تلمت فقلت أما سنهن. أحضر لك الغداء؟ عملت لك الوكل اللي بتحبه المفتيك. مفتيك؟ لا لا ما عدتش اكل المفتيك. انا بديت نباتي ما اكلش غير السوسيس.
كائن تدبر من حولك. انت باين مرار طافح. لا تثق في احد غير نفسك. يعني انت معترف؟ ايوه معترف. قتلت لي؟ كان ظالم ومفتن ولسانه زفر وكان يضربني على طول قدام اي حد، ولا كان يهموش كرامتي. هي قتلت مين الوليه دي؟ جوزها يا سيدي، جوزها. وقتلته ليه؟ ظبطت مع اخوه يقتلوه علشان يورثوه. واه، وقتلته كيف؟ سموه. ما تعرفش دفنوه فيه؟ دول عالم كفر يا كبير، قطعوا جدته حتت صغيره وعبوها في كياس ودفنوه في فحره في جنينه البيت، وكان ولا حاجه حصلت. لولا عاد ريحته فاحت والدبان اتلم، ما كانش حد يعرف له طريق جره. خلاص هيقتلوني، هدية وجوني هيقتلوني. مش بس هدية وجوني، لا، ده كلاتهم عاوزين يقتلوني، عاوزين يقطعوني ويرموني في الفحرة. أمال الفحرة اللي في الجنينة دي هيفحروها لمين؟ دول بينهم عصابة. وبعدين يا كبير، تفضل يا كبير. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. استغفر الله العظيم. زين الغوط ده ولا نفحره كمان؟ لا يا ابو زينك ده تكف وتفوت كمان. حتى انت يا اشرف. طيب لفين النخلة عشان نحطها في الحفر؟ زين يا ابو.
فيه ايه يا كبير؟ مالك عم تسحبك في الحراميك ده ليه؟ والله ما بتسحب، ده انا كنت لسه هعيط عليك عشان اسالك هتاكل دلوقتي ولا كمان شويه؟ ما عاوزش اطفح. ليه؟ ده انا عامله لك مفتيك. قلت لك نباتي نباتي. اهدي. ربنا يستر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اهدى يا كبير، اهدى يا اخوي. انت لابسينك ده ليه؟ كام داون برو، ده لبس الحفله اللي كنا عاملينها لك مفاجاه. مفاجاه ايه؟ نو واي، النهارده عيد ميلادنا. واه، هو النهارده كام؟ 12/2 برو. كل سنه وانت طيب. شيل الزفت اللي في راسك ده. ايه؟ وانت فزاع. باه، عرفتني كيف؟ وانت فاكر لما تلبس لي وش حمار تبقى تنكرت يا جحش؟ سو فاني. على العموم انت بوظت المفاجاه، بس نيفر مايند. عم جابو. ايوه، علي بيرزي يو يو، علي بيرزي يو يو، علي بيرزي يا كبير، علي بيرزي يو يو.